صباح، ازاي؟ ازيك يا ابله امينه؟ تعالي. هي القهوه اتحرقت ازاي؟ طافيه، مسكت في البوس ولعت. طب وانت هتعيشي ازاي من غير قهوه؟ لا، ما الحمد لله اتبنت كده على طول. ازاي؟ سهام من بعد جاب البنا وجاب طوب احمر وبناها لي ودفع كل حاجه من كفه شقه على حساب. همام ابو حامد هو اللي بناها وكمان بالطوب الاحمر؟ ايوه والله يا ابله امينه، ودفع كافه شيء. والنبي الراجل ده جدع قوي، غير جده خالص. ده كمان الشيخ حسنين نزل الترعه في عز البرد وقعد يناول الناس الميه، يناول الناس الميه لحد ما طفاها. بس يلا شطارتك بقى عشان تجس نبضها. فورا هعمل كده. بقول لك ايه؟ انا عايزاك تشغل البت رقيفه، يعني علشان ايه؟ اخد راحتي مع امينه في الكلام. رقيفه لسه صغيره، مش لازم تسمع الكلام ده دلوقتي. بس كده ابعتها لي. حاضر يا ابو العروسه. ايه يا رور يا امرايا، بتعملي ايه؟ ولا حاجه، ملل. قولي لي ايه الحاجه السر اللي بابا كان عايزك فيها؟ اه يا اروبه، سمعتيه؟ بس معرفتش. ها بقى، هو كان بيقولك ايه؟ طب خشيله وهو هيقولك. مستنيكي جوه، يلا. كنت عاوزني يا بابا؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي جنبي. طيب. طب اقفلي الباب الاول. حاضر. ايه بقى يا حبيبي؟ ها ايه؟ ها قولي قولي. متواضع قوي 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 بقى الشيخ حسنين ده، ده وقف مع البنا بنفسه وبقى يرصد الطوب ويقلب في المونه. الشيخ حسنين اخو همام؟ الشيخ حسنين ده بيقولوا معاه شهاده كبيره قوي، بس متدين جدع قوي الشيخ حسنين. شويه كده. ايه يا ماما؟ بتكلم مع صباح. وانا قلت لك ما تتكلمش مع حد. المناخوليه دي، هو محدش بقى طايق نفسه في البلد دي اللي كده. عامله ايه بقى يا حلوه في اللغه العربيه؟ انا ممتازه، دايما بطلع الاولى على الفصل. حلو قوي، اتفضلي بقى قري له الجورنال عشان عينيا مزغلله ومش عارف اقرا. هو ده الموضوع اللي حضرتك كنت عايزني فيه؟ ما تخلي امينه. لا، انا ما بثقش غير فيكي عشان تقري له الجورنال. حاضر. بس بقول لك ايه، كله ها؟ كلمة كلمة وعلى مهلك. مش عارفة يا ماما، أنا مش موافقة. وليه بقى مش موافقة؟ فهميني. أبداً يا ماما، ما بفكرش في موضوع الجواز ده دلوقتي. إزاي بقى؟ هو فيه بنت ما بتفكرش في الجواز؟ وبعدين أنا وأبوكي شايفين إن هو عريس كويس. لا، مش عارفة، اسمه صعب قوي. أنا أتجوز واحد اسمه بهلول؟ يا بنتي يا حبيبتي، الإنسان ما بيتقاس باسمه، بيتقاس بشخصيته ومكانته في المجتمع اللي هو عايش فيه. بس برضو اسمه بهلول، في حد في الدنيا اسمه بهلول؟ على فكرة أنت بتتدلعي، أنا هروح أقول لأبوك إنك موافقة. لا، استني، ما تقولوش على حاجة دلوقتي. إزاي بقى؟ ما هو أكيد هيسألني عن ردك. خلاص، قولي له هفكر. جلال، يبقى انت الحرامي قليل الادب. المجلس المحلي العام للاقباط الارثوذكس وانتخاباته الاخيره. اما وقد تمت الانتخابات للمجلس في العام للاقباط الارثوذكس في جو من السلام والنظام. خلاص يا رورو، خلاص يا حبيبتي، كفايه كده. ايه يا بابا، الجورنال لسه فاضل فيه كتير. معلش يا حبيبتي، كفايه كده، اصلي عايز انام. طيب، بعد اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. تعالى بقى احكي لك.
عايز ايه يا جلال؟ كنت عاوز اقول لك حاجه. انت ما تعرفش ان علي قايل عليا ما ينفعش اتكلم مع حد غيره، ولو عارف ان انا بتكلم معاك هيزعل مني. بس انا اتكلمت معاكي قبله وكنت عاوزك قبله. بس هو قال لاهله وانت ما قلتش لاهله. انا مش عايزه مشاكل يا جلال، انا عايزه بيت اتستت فيه من غير مشاكل. هكلمهم بس اخلص التجنيد بتاعي واكلمهم على طول. ما عادش ينفع، انا خلاص انا وعلي في حكم المخطوبين دلوقتي. طيب امسكي دي. ايه دي؟ هديه. والنبي قبل الهديه. ودي بمناسبه ايه؟ اعتبرها تذكار مني، واوعدك انا مش هتكلم تاني في الموضوع ده احتراما لعلي. لا وانا ما اقدرش اخد حاجه منك، وبديها بقى للي هتتجوزها. لا هتاخديها. خد هنا، تعال هنا يا جدعان، تاخد الحاجه بتاعتك. انت انت صباح، انت يا بنت بتكلمي مين عندك يا بنت؟ بكلم نفسي اتهبلت. هو ده اللي حصل، تلاقيها هي اللي سرقتها وانت عايز تداري عليها. اصبر يا مو ياسين وخليه يكمل كلامه. هي سرقتها ازاي بس؟ انا قلت لكم الحقيقه دلوقتي حالا. يعني انت اللي دخلت اوضه امك وفتحت دولابها واخدت منه الازازه؟ انا لا فتحت ولا قفلت، انا لقيت ازازه الريحه زي ما هي بقفلتها في المطبخ اخدتها. الازازه كانت في المطبخ يا مو ياسين؟ بيني كده. ايوه ايوه انا نسيتها على النمليه. وانا ربيتك انت واخوك على السرقه يا جلال يا ابني؟ لا وانا بعترف بغلطي يابا. ده انت عملتها مرتين يا جلال، مره لما سرقت ازازه الريحه، ومره لما كنت بتغفلنا وعايز تسرق البؤجه من اوضتنا. صحيح يابا انت عندك حق، حقك عليا، حقك عليا يابا، حقك عليا يابا. اوعى تكون غفلتنا قبل كده وفتحت البؤجه. لا والله العظيم انا اول مره اعرف ان البؤجه دي عندنا لما صباح جت للغيط وقالت لي انها جت تطلبها من امي، وامي كرشتها. واول مره اشوف فيها البهجه دي ساعه مامي دخلت عليا وانا عايز اخدها. طب روح دلوقتي شوف وراك ايه وسيبني مع امك شويه. حاضر بس والنبي يابا ما تزعلش مني. روح دلوقتي ونبقى نتكلم في حكايه الزعل دي بعدين. وبعدين يا ام ياسين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ شفت الواد؟ أنا عاوز أتجوز صباح القهوجي، أهو ده اللي كان ناقص. أنا بتكلم على المسدس اللي اختفى ومش لاقيينه، هنعمل إيه في الحكايات دي؟ وإحنا من؟ مالنا إزاي؟ ده البؤجة في أمانتنا.